كذلك فإن في رمضان أيضا ما يتعلق بحصول المنافسة، والمنافسة تقتضي التعاون، فنحن الآن نحب أن يصوم الناس وأن نساعدهم على الصيام، ونحب أن يقوموا وأن نساعدهم على القيام، ونحب أن يتعلموا وأن نساعدهم على التعلم، وهذا لا بد من التعاون فيه، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من فطر صائما ولو على ملقة لبن كتب له أجر الصائم دون أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. فتفطير الصائمين يحصل لمفطرهم أجر صيامهم، ومثل ذلك أيضا إطعامهم في الليل ليتقووا على الصيام في النهار، ومثل ذلك مساعدتهم بأية مساعدة تعينهم على طاعة الله وعبادته، فإن الإنسان يكون شريكا لهم في أجرهم. فهذا الفضل الكبير يناله المسلمون في رمضان فتحقق به أخوتهم. كذلك فإن رمضان من آثاره النافعة في تحقيق الأخوة أن مردة الشياطين وهم أقواهم يحبسون في رمضان، فقد كانوا يسعون للتحريش بين المسلمين وإثارة الفتن بينهم وإثارة النزعات في الأنساب أو في الأعراق أو في غير ذلك، يثيرون الفتن بين الناس، ولكنهم يؤثرون فيكتفون في رمضان من أوله إلى آخره، وبذلك ينجو المسلمون من بأسهم وبطشهم. فما يحصل من الوساوس والفتن في رمضان ليس من العتاة الذين هم المردة، وإنما يكون من الوساوس التي تحصل من الضعفاء من الجن والشياطين. وكذلك فإن تصفيد مردة الشياطين مقتضي من الإنسان للتغلب على نفسه وهواه، لأنه بذلك قد سدت عنه الجبهات المفتوحة عليه. فالنفس عدو الإنسان لأنها تأمره بالتطفيف، أن يأخذ كل حقه وأن لا يسامح في شيء منه، وأن يحاول أن لا يؤدي إلى الآخرين حقوقهم كاملة، أن لا يؤدي إلى الزوجة حقها كاملا، أن لا يؤدي إلى الأولاد حقهم كاملا، أن لا يؤدي إلى الجيران حقهم كاملا، أن لا يؤدي إلى أرباب العمل حقهم كاملا، وهكذا. فهذا هو التطفيف الذي حذر الله منه وقال فيه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد قال مالك في الموطأ يقال لكل شيء وفاء وتطفيف، فكل شيء فيه وفاء وفيه تطفيف. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم جمعة وقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطب، فرأى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، فقال ما هذا التأخر يا فلان؟ قال ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت، فقال والوضوء أيضا لقد طففت. فجعل هذا تطفيفا لأنه توضأ ولم يغتسل، وانتظر حتى سمع النداء ولم يبكر إلى الجمعة، فكأنه أخذ كل حقه ولم يسامح في شيء منه. ورمضان يقتضي من الإنسان شعور بالمنافسة ومساعدة إخوانه في الخير والسعي لنجاتهم جميعا من النار وتقريبهم من الله وعتق رقابهم جميعا من النار، وبهذا يستشعر رحمته بعباد الله جميعا وسعيه لهدايتهم جميعا وسعيه لإزالة الضغائن والأحقاد بينهم جميعا. كثير من الفتن التي تحصل في غير رمضان سواء كانت بين أسر في داخلها يسعى الشيطان لتفريقها وحصول الطلاق بينها، أو كانت بين جيران سواء بسبب الأرض أو بسبب بعض المنافع أو بسبب بعض الأذى، أو كانت بين غيرهم من الذين لهم مصالح، فهذه الفتن تثور في غير رمضان، لكن إذا أراد المصلحون إصلاحها في رمضان سهل عليهم ذلك، لأن الشياطين مصفدون ولأن النفوس مشرئبة للخير مقبلة على الطاعة، فيجدون فرصة للإصلاح
في وقت رمضان. كذلك فإن شهر رمضان المبارك عندما يفرح به المؤمنون وهو أهل لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم به فيقول: قد أظلكم شهر كريم تفتح فيه أبواب السماء وتوصد فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين، يبشرهم به. فالفرح مقتضي لحصول الأريحية. الإنسان إذا أتيته وهو على فرح وسرور فسألته أي حاجة وجدت فيه كرما وسخاء في وقت فرحه. فلذلك يفرح المؤمنون بقدوم شهر رمضان، فحينئذ يزيدهم ذلك كرما وجودا ويزيدهم تضحية وبذلا.